مساء الخير على حضراتكم، برحب بكم حلقة جديدة من مؤشر النيل. هنتحدث بالأرقام، لغة الأرقام التي لا تكذب ولا تجامل أحد، عن مؤشرات البورصة المصرية اليوم. طبعا هيكون معنا للقراءة والتحليل ضيفي في الاستوديو أستاذ ماجد البناني، وهو خبير أسواق المال. ولكن دعونا نبدأ بأخبار البورصة المصرية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 45%، يبلغ مستوى 11578.84 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 4%، لينهي التعاملات عند مستوى 2364.45 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، واللي سجل ارتفاع بنحو 36%، يبلغ عند مستوى 3390.84 نقطة. وعلى صعيد القطاعات النشطة في السوق، فقد جاء قطاع العقارات في مقدمة القطاعات الأكثر نشاطا في السوق بنسبة 27.7%، حيث جاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 14.34%. أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشطة بنسبة 8.49%. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي في الاستوديو استاذ ماجد البناني، وهو خبير اسواق المال. مساء الخير على حضرتك. اهلا بك واهلا بمشاهدي قناه النيل وخاصه مؤشر النيل. نورتنا يا فندم. واسمح لي ان انا اروح لتقرير سريع جدا وهعود مره اخرى لحضرتك. هذا وقد ربح راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده نحو 5.2 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 695.4 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات كليه بلغت 1.8 مليارات جنيه. نتابع المزيد في هذا التقرير. على صعود جماعي، واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.2 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 695.4 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 45%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 4%. وشملت الارتفاعات أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا، والذي سجل ارتفاعا بنحو 36%. وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 99 شركة ارتفاعا، في حين تراجعت أسعار أسهم 56 شركة، وحافظت 33 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية غدا الخميس، على أن يكون استئناف التداولات يوم الأحد المقبل الموافق 31 من يناير الحالي. كما ذكرت لحضراتكم أن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس مال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه. أستاذ ماجد، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ النهارده كان يوم أداء إيجابي جدا، المؤشرات كلها ارتفعت، حجم تداول مرتفع جدا، وصل 1.8 مليار جنيه، برغم حصل شوية جني أرباح في منتصف الجلسة، إلا أن كل المؤشرات قفلت في المنطقة الخضراء، وده كان حاجة كويسة. هيقول لنا ان شاء الله ان الاسبوع القادم هنشوف مستهدفات حلوه ان شاء الله. طيب، تقييم حضرتك للمؤشر الرئيسي EGX 30 اليوم؟ مؤشر EGX 30 ده مؤشر الاجانب، مؤشر الرئيسي للبورصه المصريه. المؤشر ده بقاله مده طويله كان بيتداول ما بين 10500 لغايه 11200. عمل قاعدة عريضة جدا في الجزئية ديت،
منها انطلق وصل لغايه 11600. لما وصل ل 11600 حصل جني ارباح، نزل لنقطه دعم اللي هي 11500. عندها قعد جلستين بيحاول يخترقها، ما قدرش. الدعم ده شال المؤشر وطلع بيه، وشفنا النهارده وامبارح والنهارده ارتفاع في المؤشر الثلاثيني، وصلنا للارقام. احنا شايفين انه هو في نقطه مقاومه عنده عند ال 11670. المستهدف بتاعه ان شاء الله هنشوف قريب في المدى القصير والمدى المتوسط هنشوف 12000. تمام. لو قارناه ب اي جي اكس 70 وهو مؤشر يعني الاسهم الصغيره والمتوسطه واللي زاد النهارده بنسبه 40%، توقعاتك لاداء هذا المؤشر بالنسبه للمؤشر الرئيسي اي جي اكس 30؟ اي جي اكس 70 ده مؤشر المضاربات، مؤشر الافراد، مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه. هو بقاله مده كبيره جدا الحمد لله في صدوق يعني صعود، بيعمل كل يوم قمم ومستويات تاريخيه جديده وقمم جديده. احنا شايفين ان المستهدف بتاعه انه هيجيب 2550 ان شاء الله في المدى القصير والمدى المتوسط. تمام. إدارة البورصة المصرية كانت قد أعلنت من قبل عن تطوير منهجية تكوين المؤشر اي جي اكس 30 في الأسبوع الماضي، يكون يعني بيجذب استثمار بشكل أكبر وفي نفس الوقت بيحتفظ بجاذبيته الاستثمارية. كيف ترى هذا القرار؟ قرار صائب، قرار كويس جدا. إعادة منهجية تكوين المؤشر الثلاثيني عشان يجذب مزيد من الاستثمارات، يعمل استقرار ويجذب سيولة جامدة جدا. المؤشر الثلاثيني كان فيه مشكلة ان في شركات مستحوذة على حوالي 44.4% من الوزن النسبي نسبة كبيرة طبعا، والنسبة كبيرة. بس يطلع جنيه برغم ان كل الاسهم ممكن تبقى حاطه في اليوم ده، بس هو سهم فيهم طلع جنيه اعلى، يروح مطلع الاسهم ومؤشر طلع وكل حاجه، ينزل جنيه وكل الاسهم كلها طالعه، لا ده البورصه نزلت. فهو اعاده التكوين الجديد ده ان هو هينزل من 44.4 ل 36% المؤشر ده هيفيد جامد جدا في جذب استثمارات، هيفيد في استقرار المؤشر، هيدخل مش بس محافظ اجنبيه، لا هيخلي افراد كمان يدخلوا. تمام. من 44.4 ل 36 حضرتك. ده بعض الشركات يعني، او هي شركه هي مستحوذه على الوزن النسبي الكبير في المؤشر. طيب خلينا نروح للقطاع المصرفي، وحضرتك شايف ازاي دور القطاع المصرفي في ضخ السيوله للبورصه، مع العلم طبعا ان اليوم صدر تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واظهر ارتفاع اجمالي ودائع الجهاز المصرفي على اساس سنوي، وده كان بنسبه 17.4%، وده خلال العام المالي 2019-2020 بالمقارنة طبعا بالعام السابق. فكيف ترى حضرتك دور هذا القطاع في ضخ السيولة؟ القطاع المصرفي قطاع واعد، قطاع جاذب للاستثمارات، قطاع قوي. ما فيش اقتصاد قوي إلا يكون الجهاز المصرفي بتاعه قوي. مع تحسن الاقتصاد اللي احنا بنحسه الايام دي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي العنيف اللي تم من 2015 واللي اشادت بيه مؤسسات ماليه في كل انحاء العالم الحمد لله، طبعا القطاع بدا يعني يدخلوا استثمارات جامده جدا. بنلاحظ كمان في الاستحواذات القريبه اللي احنا بنسمع عنها، دي هتعيد تقييم البنوك اللي موجوده في سوق المال في البورصه، هتعيد تقييمها من اول وجديد، هتدخلها سيوله جديده. ما فيش اقتصاد قوي من غير نمو جهاز مصرفي قوي يعني. اكيد طبعا. طيب زي ما كنت لسه بقول من شويه، لغه الارقام لا تكذب ولا تجامل اي احد طبعا. عايزه اقول لحضراتكم النهارده في تقرير صادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد، ذكر هذا التقرير تصدر مصر دول إفريقيا المتلقية
للاستثمار المباشر رغم من انخفاضه عالميا بنسبة 42% في عام 2020. حضرتك كيف تفسر ذلك؟ يعني مصر متصدرة على الرغم من طبعا بسبب جائحة كورونا. العالم كله قفل، عمل اغلاق جامد جدا. الاقتصاديات بتاعت العالم كلها من مارس 2020 كانت عندها مشاكل كتيره جدا. برغم كده احنا كمصر جالنا استثمار مباشر بحوالي 5.5 مليار دولار. ده بيدل قد ايه ثقه المؤسسات والتمويل العالمية في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في مصر، وقد إيه الحكومة كانت قادرة تتعامل بحرفية شديدة جدا مع جائحة كورونا، قد إيه بإصلاح منظومة بتاعت الضرائب، القصور في منظومة الضرائب. كل ده خلى الاستثمار الأجنبي عايز يمول، يدي تمويل لمصر برغم كل الانخفاض اللي في العالم يعني. طيب خلينا نروح لتوقع من صندوق النقد الدولي، واللي بيتوقع رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 3% الى 5.5% خلال عام 2021. حضرتك برضو كيف ترى هذا التوقع من قبل صندوق النقد الدولي؟ صندوق النقد الدولي لسه مطلع تقرير من يومين. هو بيشيد بحرفيه الحكومه اللي انا لسه قايلها، حرفيه الحكومه في التعامل مع جائحه كورونا. وقال ان الجهاز المصرفي بتاعنا قادر جدا في 2021 انه ينمو ويجذب استثمارات قويه جدا. ده التقرير لسه طالع من يومين يعني. لا والتوقع كبير يعني، انا من 3.3 ل 5.5 بالظبط. فهو رقم طبعا كبير، ونتمنى طبعا ان التوقع ده يكون صحيح. خلينا نروح لاخبار الذهب واللي تحرك في نطاق محدود اليوم مع تحول التركيز الى قرار المركزي الامريكي بشان السياسه النقديه والتطورات المتعلقه بحزمه تحفيز للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في اكبر اقتصاد في العالم. ازاي يمكن ان يؤثر ذلك على سوق الذهب العالمي؟ الذهب العالمي من ساعة مارس طلع من حوالي 1400 دولار لغاية 2100 وشوية دولار، نتيجة طبعا التحفيز النقدي الشديد جدا اللي بيؤدي لارتفاع معدل التضخم. مال رخيص يعني طبع فلوس. الإغلاق شديد جدا في الدول بسبب كورونا، ده بيخلي الناس يعني تروح الملاذ الآمن اللي هو الذهب. نرجع لأيام أهالينا زمان لما كانوا يشتروا الذهب عشان هو مخزن فلوس. بعد ما وصل ل 2100 وشوية حصل له تريح نتيجة ارتفاع السندات العشر سنين في أمريكا. نزل غاية حوالي 1750 دولار، وبعد كده راح طالع تاني ل 1900 دولار. هو حاليا شغال في الحتة بتاعت ال 1847 دولار. طب ده ايه تداعياته على الذهب في مصر ايضا؟ الذهب العالمي، احنا سوق الذهب في مصر مرتبط بالسوق الذهب العالمي عشان حاجتين. سعره يعني في الصاغة هو مرتبط جدا بسعره، اول ما ينزل بره بينزل في مصر على طول. يعني هو النهارده ب 1847 دولار، ده الوقيه العيار 24. احنا عندنا عيار 21 اللي هو اكثر شيوعا في مصر، واصل 810 جنيه، نزل برضه، هو نازل في الفتره ديت. مرتبط الاثنين مرتبطين ببعض جدا، مرتبطين بالدولار كمان بسعر أكيد الدولار. طبعا. تمام استاذ ماجد البناني خبير اسواق المال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا في مؤشر النيل. ربنا يخليك. بشكركم ايضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.